شي ناخذ الدلو. نعم الام ديالي دخلناها للسبيطار ديناها اصلا كانت مريضه ولكن كانت كتقاوم المرض. قلنا ندي واحد اختصاصي، قالوا لنا شي اختصاصي مزيان دينا لها في المدينه. ملي قال لنا ضروري خاصها الاكسجين، لقاش ولات كتوقف. جيناها المحمد الخامس باش يديروا لها الاكسجين، طلعت. ملي جينا بغا نطلعوها قلنا لهم عطونا شي باياس، عطونا شي كرسي شي حاجه. واش شفت واحد مريض مرا مسنه مريضه ما عندهاش الصحه ما عندهاش السوفل؟ كتنهج نهجة وطلعها في تروازيام ايطاج وبني طلعوها شحال، وحنا ندقوا باش والبرد كيضرب فيها غير باش يدخلوها، ما بغوش يدخلوها. وعندها الورقه باش تدخل، عندها الورقه الطبيب بان خصها تدخل وما دخلوهاش، وحنا واقفين دخلوها. شدوها من عندنا حطوها فوق سميتو، واش داروا لها الاكسجين؟ ما داروش ليها. مشيت انا نصايب الورقه باش نعس معاها، لحقاش مرا مسنه. جيت باش نصايب الورقه صايبتها بالزز، ومني باش يحلوا عليا ما بغوش يحلوا عليا. سير عند السكرتير عند الباب. جيت عنده، لا انا باش غنحل لك الباب بصبعي، ما عنديش الساروت. احتاج اخويا لف السلطه عاد باش جاه السكرتير داب الموتور ديالو حتى داه ويطلعوا الفوق باش حل ليا. من حل ليا غادا بالمانطات باش نحط. امي مسكينه نشوفها، جيت لقيت امي جوت هامده لانهم ما داروا لها لا الاكسجين لا حتى شي حاجه. باغيين يتفكوا من البشريه، هذا هو المعنى ديالها. باغي يتفكوا من البشريه، باغي تفكوا من البشريه. ما كاينش دور، ما كاين لا عنايه لا حتى شي حاجه، ما كيديروش حتى شي مجهود. ما عندهم دم بارد هاد الناس، هاد الناس ما عرفت كيفاش. واش داكين شي باوه تاع الدم البارد؟ الله اعلم. ما فهمتش. ما كاينش انساني، ما كيحسوش هاد الناس، ما كيحسوش بالانسانيه، ما كيبقاوش فيهم البشر. ما فهمتش انا، والله ما فهمتش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا اقول لك فقط امي اختي داتها السبيطار، داتها عند دكتور اختصاصي من لا فيت 2000 درهم عند طبيب اختصاصي دوزنا عندها. قال لك الطبيب داك وقع سدوا ايجون ديروا لها العنايه المركزه في مستشفى محمد الخامس ديال الاكسجين. جبناه هنايا حطيناه هنايا، جابت اختي الطوموبيل طلعت طوازيام ايطاج على رجلها. واش اللي عنده الفلوس كيطلع في السانسور، واللي ما عندوش كيدفعوا البيضون؟ هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم. الناس هذا ظلم، هاد الناس ما بغاش زعما ما بغاش يفيقوا، ما بغاش يعيقوا، والله ما بغا يفيقوا. راه ما كيعيش الناس، راه كتموت انسان بحال هكا. دخل تبغى دير الاب ديال الام ديالك تبيع فيهم، جيبهم للسبيطار. امي زعما فيها بحالكم، راه عندها الاجل ديالها، ولكن الاجل ديالها سبق ولا سابق اجل، سبقت الاجل ديالها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وحسبي الله ونعم الوكيل.